تعرفين يا جماعة؟ احنا بقالنا 13 يوم مع بعض محبوسين في الغواصة، وبصراحة كانوا 13 يوم في منتهى. يا عمي مش وقت الاستماسك دلوقتي، دوس على الزرار. اديني فرصة افكر. طيب اقول لك مفيش وقت، حسنينوف بيضيع مننا. يا حبيبي يلا، الراجل خرمني ودني. طب استنى، يلا 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 دوس على الزرار. يعني انتوا عايزيننا ندوس يعني؟ اقول لك دوس ورحمة ابوك تدوس. مش عارف، حاسس ان انا محتاج اشقلب جنيه عشان نبقى سيبنا الموضوع للحظ. جنيه يا حمار يا جاهل، احنا عمرتنا الروبي. يا ابو عوف اخلص، حسن ينوف عنده بريك داون وهتجيله تروما، مش هيعرف يتجوز بعد كده. ما ممكن حد يكلم ماما؟ يا عم دوس بقى، دوس بقى. على الزرار مكرر، محدش يدوس على الزرار. ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة. صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي. ما بحبش الصلاة يا رب، ربنا ما يحرمنيش منكم ولا يحرمكم مني ولا يحرمني مني ولا يحرمكم منكم. ما بحبش الهزار يا عم، تحت مش استاهل غير متجوز حد فينا. في ايه يا عم؟ أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. وحلقة جديدة هنتكلم النهاردة عن كارثة عالمية كانت على وشك إنها تحدث. مش هقول طبعا إذا كانت حدثت ولا لأ، هلك مفاجأة عزيزي، لأن مش متعود إن أنا أقدم الحلول في الأول عشان تفضل لحد آخر الحلقة فهتشوفها. أنا مش جديد في اليوتيوب. في يوم 4 أكتوبر 1957 خلال الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، لو ما تعرفش يعني، اتفاجئ العالم بإطلاق السوفييت سبوتنيك، أول قمر صناعي للفضاء. وبينما العالم بيحتفل بالإنجاز العلمي، تطلع الصحف الأمريكية بعناوين صادمة زي طبعا US must catch up with the reds or we're dead. معلش يا أبو حميد، يعني لا راحت ولا جت، ده قمر صناعي مش قنبلة ذرية. وبعدين إيه اللي دخل ليفربول في الموضوع؟ هو صح كان بيلعب فين؟ استنى قهوة كده، استنى، مش عايز تشرب قهوة؟ خليني أقول لك يا عزيزي إن الأمريكان كانوا خايفين لأن قدرة السوفييت إن هم يوصلوا قمر صناعي من على كوكب الأرض للفضاء معناه إن هم ممكن يصمموا صواريخ نووية عبر القارات. التكنولوجيا اللي تخليهم يعملوا كده، تخليهم يعملوا كده بسهولة جدا، يقدروا يوصلوا لأمريكا ويضربوها. ده بينهي نقطة التفوق الأساسية لأمريكا ببعدها الجغرافي عن أوروبا. بالصواريخ دي ضغطة زرار في موسكو هتبعت القنبلة الذرية لواشنطن. بينهم قارة اسمها أوروبا وبينهم محيط. أبو حميد مش قادر تخوف ناخده بجدية يا عزيزي، ده لم يكن تخوف خيالي. العالم سيرجي كوروليف اللي مسؤول عن برنامج الفضاء السوفيتي كان مسؤول عن تصميم أول صاروخ عبر القارات، الاي سي بي ام، الانتركونتيننتال باليستيك ميسل. بعد سبوتنيك كمان هتظهر حالة هلع موازية في أوروبا اللي كان سنة 49 عملت مع أمريكا حلف الناتو. يا عزيزي اتفاقية دفاع مشترك، فصباح الفل كده السوفييت لما ضربوا أمريكا أوروبا لازم تخش الحرب. وبيقول الزعيم الفرنسي تشارل دي جول جيل بيديش في اللي بونتس في بغض يا ابو حميد، بمعنى عشان انت جاهل بس ما بتفهمش فرنساوي، ان لو اخذك امريكا لا يمكن تتصدر للدفاع عن باريس، بينما ديترويت ممكن ندمرها صاروخ عبر القارات. جيل بيلبس اللي بيقول اسمي دي يعني ايه يا ابو حميد؟ لازم انا بس بكح. عشان كده هيقرر الرئيس الامريكي ايزنهاور في ديسمبر 1957 عقد اجتماع عاجل لحلف الناتو في باريس. هذا الاجتماع هيؤدي لقرار يغير تاريخ الحرب البارده، صواريخ جوبيتر. امريكا هتقرر وضع صواريخ جوبيتر ميسل اللي هي صواريخ نوويه متوسطه المدى في تركيا وايطاليا. الله، تركيا يا عزيزي ليها حدود مع الاتحاد السوفيتي، فالصواريخ خلال 16 دقيقه تقدر توصل موسكو. امريكا بهذه الاتفاقيات قدرت تستعيد تفوقها العسكري وتهدد السوفيت على حدودها. ولكن يا عزيزي كل ده هيتغير يوم 1 يناير سنة 1959. مبروك يا عزيزي. على يا ابو حميد، نجحت ثورة كوبا بقيادة فيديل كاسترو وتشي جيفارا. ايه ده يا ابو حميد؟ جيفارا بتاع التيشيرتات؟ انت اهنت شعب واهنت حركة واهنت حاجات كتير قوي دلوقتي يا عزيزي. اذكر فيديل كاسترو وجيفارا بينجحوا في اسقاط نظام الدكتاتور فولجينسيو باتيستا واعلان جمهوريه اشتراكيه. عزيزي المشكله ليست في كوبا، هي جزيره صغيره باقتصاد صغير امريكا مسيطره عليه، وخاصه صادرات السكر. المشكله يا عزيزي في مكان كوبا. كوبا تبعد 90 ميل عن ولايه فلوريدا، كوبا تكاد تكون ولايه امريكيه. بالصلاة على النبي كده، لما تقوم لي دوله شيوعيه هنا خطر كبير على الامن الامريكي. بدل ما امريكا تتورط في اسقاط نظام كاسترو بشكل مباشر، هتقرر السي اي اي تدريب 1400 مقاتل كوبي معارض لفيديل كاسترو. هؤلاء الناس هربوا من كوبا وقت الثوره. وفيديل كاسترو يا ابو حميد، اكشلي يا عزيزي فيديل كاسترو فعلا، دول 1400 دول هربوا من كوبا وقت الثوره. وفي 17 ابريل 1961 بينزل المقاتلين عند خليج الخنازير لبدء الغزو. طبعا يا ابو حميد اسقطوا كاسترو، ده السي اي اي تدريب مثالي اسلحه متطوره، طبعا اسقطوه. الحقيقه ان الغزو هينتهي في 72 ساعه باستسلام
1200 مقاتل وانتصار ساحق لفيدل كاسترو اللي الولايات المتحده بجلاله قدرها باسلحتها النوويه وتطورها العلمي والاقتصادي وكل هذا الكلام ما قدرتش توزن شعبيته الساحق وان الشعب كله معاه. اللي حصل ده هيحول دي لواحده من افشل العمليات الاستخباراتيه في التاريخ، لدرجه ان جيفارا في لقاء مع مساعد البيت الابيض ديك جودوين هيوصل له شكره بسخريه للولايات المتحده. بقول لك ايه، شكرا على عمليه خليج الخنازير اللي حولت كوبا لند الامريكا والعالم كله بقى بيتكلم عنها. بس ايه علاقه كل ده بقى بالصواريخ؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل. اسمح لي عزيزي اخرج خروج درامي وارجع رجوع درامي. الزعيم السوفيتي خروتشوف هيعمل ايه؟ هيقول لك دولة شيوعية قريبة من امريكا، ما تيجي نتحالفوا. وهيوصل تقاربهم لدرجة اعلانه انه بمثابة ابن ليه، وده لان كاسترو هيقدم له الحل السحري اللي هيعيد توازن الحرب الباردة اللي اتدمر بصواريخ الناتو اللي في تركيا وايطاليا. يوم 14 اكتوبر في 1962 وخلال طلعات معتادة على كوبا لطائرة التجسس والتصوير الامريكية يوتو بتظهر الصور اجسام غريبة على الارض. هيحللها الخبير دينو بروجيوني بتحليل لهذه الصور. هيجد مفاجأة، الصور التقطت قاعدة عسكرية فيها صواريخ S-44 السوفيتية، صواريخ نووية متوسطة المدى جاهزة للتركيب تبعد عن ولاية فلوريدا 90 ميل فقط. وبينما صواريخ جوبيتر اللي محطوطة في تركيا تقدر توصل موسكو في 15 دقيقة. اسمع دي، صواريخ S-44 قادرة توصل من كوبا لواشنطن العاصمة الأمريكية في 13 دقيقة بس. يا محمي 13 دقيقة، يعني قبل ما انت تدمر بثلاث دقايق هكون انا مساحتك. الامريكي جون كينيدي في 4 سبتمبر 1962 حذر السوفيت من تسليح كوبا باسلحه ثقيله، لكن عزيزي ما كانش يعرف ان خروتشوف بتحالفه مع كاسترو نجح في تهريب مش صاروخ ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا 20 ولا 30، نجح في تهريب 42 صاروخ نووي. ازاي؟ على ظهر السفن التجاريه اللي بعتها تحت نظر امريكا. خروتشوف يعلن ده، والله ده امر واقع، اتصرفوا الصواريخ هناك خلاص. هتضربني يا اسطى من تركيا، هضربك من كوبا وفي 13 دقيقه فقط. ولكن الصدفه فضحت الخطه قبل ما تكمل. في اللحظة دي عزيزي هتبدأ أخطر أزمة في تاريخ الحرب الباردة اللي فيها الدومز دي كلوك، الساعة المجازية للفناء النووي. الساعة النووية للفناء النووي وصل توقيتها 7 دقايق قبل منتصف الليل، يعني 11:53 أنا بكون نايم. عارف هنهد وأنا نايم في اجتماع كينيدي يوم 18 أكتوبر هينصحوا جنرالات الجيش وأخوه روبرت كينيدي بغزو كوبا بالمارينز. إيه؟ هنغزو كوبا. هتبلغوا الاستخبارات إن على حسب تقديراتها في 5000 جندي سوفيتي في كوبا عشان بالصلاة على النبي يقدروا يشغلوا قواعد الصواريخ، وده لحسن حظ الأمريكان عدد قليل يخلينا بالصلاة على النبي نخش نخلص المسائل قبل ما يركبوا الصواريخ ويهددوا واشنطن. كينيدي يا عزيزي هيرفض، لان خلال الحرب البارده كل حروب القطبين اللي هي امريكا والسوفيت كانت عن طريق الوكاله. ايه اللي هوديهم الوكاله يا ابو حميد؟ لا يا عزيزي مش وكاله البلح، حرب بالوكاله يعني بروكسي وورفير. المهم البروكسي وورفير او الحرب بالوكاله دي بتبقى عن طريق ان كل طرف يبقى عنده دول حليفه ويحارب بالدول الحليفه دي. مفيش حرب ده ضد ده، في احنا بنحارب بعض بس عن طريق فيتنام الشماليه وفيتنام الجنوبيه. بينما مواجهة امريكا للسوفيت جيش لجيش ده مش هيقف ناحية اشتباكات، ده هيخلق حرب عالمية تالتة. لو حاربنا جيش لجيش مش بروكسيز، لا هنخش في حرب عالمية، كوكب ممكن يتدمر 3-4 مرات. كمان بعد فضيحة خليج الخنازير كينيدي ما كانش عنده اي ثقة في تقارير المخابرات. المثير للتأمل ان هذا التردد وعدم الثقة هينقذوا العالم. تخيل يا عزيزي انت عايش النهاردة على حس التراست ايشوز. على حسب الارشيف اللي هيتفتح سنة 1992 خليني اقول لك المخابرات الامريكية الحلوة اللطيفة اللي بنسمع عنها في الافلام دي قالت لك 5000. عارف كان هناك في كام؟ في 43,000 مقاتل سوفيتي. وبينما قواعد الصواريخ متوسطة المدى مش جاهزة، كان في عزيزي في كوبا صواريخ نووية قصيرة المدى جاهزة جدا للتعامل مع الغزو. الصاروخ الواحد بيعادل قوة هيروشيما، يعني كينيدي لو كان خد قرار الغزو ووثق في السي اي اي كان حصل حرب نوويه. تخيل يوم 22 اكتوبر يعلن كينيدي اكتشاف الصواريخ في بث تلفزيوني ويقرر فرض كوارنتين على كوبا، يمنع وصول اي اسلحه ليها ويطالب السوفييت فكوا الاسلحه ورجعوها مكانها. ايه يا ابو حميد الكوارنتين ده؟ ازاي كوارنتين على دوله؟ هو فيروس؟ اللفظ ده عزيزي زي ما تقول كده كان لفظ دبلوماسي مقصود، بدل ما يقول نيفال بلوكيد الكوارنتين، بدل ما يقول حصار بحري يعني ويحاول الموضوع لازمه عسكريه وكل هذا الكلام الكوارنتين. لو انت كرئيس امريكا قلت هنعمل نيفال بلوكيد هنعمل حصار بحري انت كده تقول الحرب، لكن لما تلعب في الالفاظ وتقول لي معلش هنعمل كوارنتين يبقى كوارنتين، ما نتكلمش في حصار بحري، ما نتكلمش في حاجات عسكريه بتتحرك. حركه صايعه من الامريكا. حلوه 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 حلوه، الحمد لله لحق نفسه. بس يا عزيزي هو لا لسه ما لحقش نفسه، ما لحقش امريكا. وقت اذاعه هذا البيان كان هناك 4 غواصات سوفيتيه. ثانيه واحده، هو فين السي اي اي؟ فين السي اي اي؟ ليه ما بعرفش الاخبار دي؟ الاربع غواصات دول كانوا بالفعل
بالفعل مستقرين تحت مياه ساراجاسو سي، بحر ساراجاسو جنب كوبا. الغواصات دي كانوا غير مكتشفين، لان سنه 62 خلال شهر اكتوبر ضرب الكاريبي اعصار معروف باعصار إلا. اعصار بيخلي ارتفاع الامواج 7 متر. نجح انه يعمل غطاء كامل للغواصات من رصد السونار والطيارات لحد ما هذه الغواصات وصلت سواحل كوبا. فجاه كده السايق كانوا قاعدين كده وقال ايه ده، دي سمكه. وبينما الغواصات كان تحت الميه، فوق الميه العالم بدا غليان. يوم 24 اكتوبر رفض خروتشوف الكورانتين واكد ان السفن هتوصل لكوبا، ووصف افعال امريكا بالقرصنة. العالم هنا حط ايده على قلبه وتاكد ان الازمه انفجرت خلاص. حسب توماس بلانتون مدير ارشيف الامن القومي، الشعب الامريكي خلال ساعات خزن المعلبات والسلع الاساسيه. خلاص احنا يا جماعه هندخل في البنكر مش هنطلع. وظهر ما يسمى بالباك يارد بوم شيلتر كريز. في الفناء الخلفي لكل بيت اتعمل مخبأ تستخبى فيه الاسره لما الحرب النوويه ان شاء الله تبدا. وقتها بتطلع حمله اسمها داكن كفر، حمله دفاع مدني بتفهم الناس يعملوا ايه في حاله حصل هجوم نووي. انا عزيزي بترجم هذه الحمله بحمله البط مش دك. واحد يقول يا ابو حميد معلش مش الدك دي يعني بطه؟ بالفعل يا عزيزي دي كانت حمله البط في مكانك. بينما بابا الفاتيكان جون الثالث والعشرين بيبعت رسائل مناشده لكينيدي وخروتشوف، ويقول لهم يا جماعه هدوا نفسكم وما تخلوش الجنان ده ينهي العالم، وبيعرض انا بنفسي هاجي اتوسط بينكم، ابوس ايديكم حلوا الموضوع. السفير السوفيتي في امريكا وقتها اناتولي دوبرينين بيوصف المشهد اللي فيه السفن السوفيتيه قابلت المدمرات الامريكيه كفيلم ويستر، في بطلين بمسدسين بيواجهوا بعض. وبينما عزيز العالم وهو حابس انفاسه تراجعت السفن السوفيتيه قبل خط الكورانتين بخمس اميال. واحد يقول لي الحمد لله يا ابو حميد الازمه اتحلت. لا يا عزيزي الله، امال احنا ازاي سلام دلوقتي يا ابو حميد؟ ما انتظر. حسب طائرات التجسس قواعد الصواريخ في كوبا كانت بتكمل تجهيزاتها. ايه ايه اه، وده حط ضغط كبير جدا على كينيدي. من قيادات كانت شايفه انه لازم يعلن الحرب من البدايه، احنا نستنى ما واشنطن تتضرب. هنا يا عزيزي يقرر كينيدي ولاول مره في التاريخ يرفع حاله الامن لديف كونتو. انا مش فاهم يا ابو حميد بس حاسس الموضوع خطير. دي يا عزيزي بتكون الحاله الاخيره قبل ديف كون 1. ديف كون 1 دي بتكون حاله الحرب النوويه. طيارات بي 52 الامريكيه بتحلق في الجو كل 20 دقيقه، كل طياره معاها قذائف كافية لتدمير 4 مدن سوفيتية. بينما أكتر من 100,000 مارينز وصلوا فلوريدا اللي تحولت لثكنة عسكرية استعدادا لغزو كوبا. بينما العالم فوق الأرض بيجهز ليوم القيامة، الخطر الحقيقي كان تحت. خلينا نرجع للغواصات السوفيتية اللي كان تحت المية. كل غواصة كان فيها توربيد نووي. ما هو صحيح يا أبو حميد، في صواريخ نووي ونووي في السفن ونووي في المراقب، هتيجي على الغواصات توست مش أنا عزيز. لا يا عزيزي، إن الإدارة الأمريكية كانت متوقعة من بعد 22 أكتوبر وجود غواصات سوفيتية، وبالفعل بدأت البحث عنها وبعتت لخروتشوف شخصية ان في حالة رصد غواصة سوفيتية واحدة هيتم إلزامها بالصعود للسطح وإعادتها لروسيا بدون اشتباك. تويست يا عزيزي ان الغواصات السوفيتية اللي تحت ما تعرفش انها تعرف، تعرفش عن كل ده، العالم بينتهي فوقها وهي ولا حاسة، وكمان اتصالها مقطوع بالقيادة السوفيتية نفسها من أيام. الغواصات دي يا عزيزي اتحركت من روسيا يوم 1 أكتوبر، يعني بقى لها 25 يوم في عزلة كاملة، خاصة مع انقطاع الاتصال مع القيادة. ضابط الاتصال في الغواصه بي 59 فاديم اورلوف بيقول ان بعد العزله دي كلها نجح في التقاط موجات راديو من ميامي الامريكيه، وفجاه سمع الاخبار التجهيز لغزو كوبا وحاله ديفكون 2. يا نهار اسود، كل طاقم الغواصه تيقن ان الحرب العالميه الثالثه شغاله فوق واحنا ما نعرفش عنها حاجه في دور العرض، خصوصا ان الاتصال مع روسيا مقطوع. هم لقطوا التلفزيون الامريكي طبعا بيهلل ويولول عشان الاعلانات وعاملين كليك بيت ولك يا الحرب النووية بدأت. وبقى هنا عندهم سؤال وجودي، احنا المفروض نشارك في الحرب دي ازاي؟ هل ياخدوا من نفسهم قرار ان هم يطلقوا التوربيد النووي؟ طبعا للبروتوكول وقتها مفتاح اطلاق النووي بيتكون من 3 قطع، كل قطعة مع احد مسؤولين الطاقة، ولازم المسؤولين التلاتة يتفقوا على القرار قبل ما يربطوا المفتاح اللي هيبعت اشارة اطلاق التوربيد النووي. بينما يا عزيزي انا عمال بتهمك انك متسرع واهوج في تحليل الاحداث، واحنا بنتكلم على رواقه في حاله غالبا بنشوفها في التكييف. طاقم الغواصه بي 59 كان بيحلل هذه الاخبار وسط ظروف اصعب بكتير، ظروف كارثيه لاتخاذ قرار زي ده. الغواصات السوفيتيه اللي كانت طالعه المهمه دي كانت شغاله بمحركات ديزل مصممه لاجواء زي الاركتيك اوشن، المحيط القطبي المتجمد اللي فيه حراره الديزل بتدفي الطاقه. بينما يا عزيزي في الكاريبي المية سخنة وموحوحة، طبعا المية
شديدة الحرارة والغواصات بقالها أيام فيها. ده وصل درجة حرارة الغواصة لستين درجة سيليسيوس. المحركات أوفر هيتد، المكيفات عطلانة، وبينما طاقم السفينة بيعاني من تقرحات وطفح جلدي وجفاف وعمال يستنشق هواء الديزل الملوث بتاني أكسيد الكربون، الناس على آخرها، وتيجي أنت تقولي إن في حرب نووية شغالة فوقي. وفي ظل كل هذه الظروف وهذه الحرارة، عشان نحافظ على المية اللي معانا كل واحد كان مسموح له بكوباية مية واحدة بس في اليوم، وسط جهنم دي عشان المية ما تخلصش. ظروف كارثية لطاقم عسكري مقطوع اتصاله بقيادته ومؤتمن على سلاح نووي، ودلوقتي بدأ يصدق إن في حرب بتحصل فوق ولازم يشتبك فيها. معلش يا أبو حميد، ليه غواصة ديزل في مهمة زي دي؟ ليه مش غواصة نووية؟ الحقيقة يا عزيزي دي نقطة واجهة. السبب في ده هو K-19، دي كانت غواصة سوفيتية نووية حصل لها سنة 61 عطل في منظومة التبريد، النيوكليير رياكتور بتاعها أدى إلى تسليم إشعاع، عشان يقوم 22 فرد من طاقمها بتعريض نفسهم لجرعات إشعاع مهولة بشكل بطولي وانتحاري، أنقذ العالم ساعتها من كارثة نووية وقتلهم كلهم. فما كانش ينفع نجرب الموضوع ده تاني. من وقتها قررت الحكومة السوفيتية الاعتماد على الديزل لحد ما نعرف نعمل حاجة شغالة بالوقود النووي. غواصة الديزل جنب عدم مناسبتها للبحر الكاريبي كان هناك فيها عيب أخطر، وهو احتياج الغواصات بعد مدة معينة للطلوع للسطح لشحن بطاريات الديزل. يوم 26 أكتوبر كانت الغواصة B-59 طاقمها بيصارع العطش والتسمم بالكربون وهم بيسمعوا أخبار الحرب، بينما الوقت اللي فضل في البطاريات قبل ما يطلع على السطح ساعات. يوماجن اتصال واحد بس من القيادة السوفيتية كان كافي يعرفهم ايه الوضع، وساعتها يطلعوا للسطح يشحنوا ويرجعوا لروسيا، يرجعوا البلد. مع تأكيد القيادة الامريكية ان هي مش هتستهدف الغواصات، واول ما يطلعوا السطح هنمشيهم. مشكلة الاتصالات دي اللي حولت ازمة كوبا لفيلم رعب كانت حتى موجودة بين القادة وبعضهم. في الوقت ده كانت الطريقة الوحيدة الامنة لتواصل الرئيس الامريكي مع رئيس الاتحاد السوفيتي الخطابات. ده خلى في عز ازمة نووية الدقيقة فيها ليها ثمنها خلى تواصل القادة ببعض بطيء. الرسالة عشان توصل من روسيا الامريكي أو من أمريكا لروسيا محتاجة لها 12 ساعة. يوم 26 أكتوبر هيبعت خروتشوف للرئيس كينيدي رسالة يقول له فيها إحنا الاتنين ماسكين عقدة حبل من طرفين، لو كل واحد فينا شد العقدة هتقوى والعالم هينتهي، فخلينا نفك العقدة بحرص. ده كلام خادع عزيز مش صيادين، مجاز. وبينما الرسالة دي جددت الأمل عند كينيدي برغبة خروتشوف في حل سلمي، إلا إن في نفس هذا اليوم وصلت رسالة مخيفة من كاسترو لخروتشوف بيأكد له فيها إن القوات الأمريكية على وشك غزو كوبا، وان يا خروتشوف لازم تبادر بضربة نووية قبل فوات الاوان. بعدها خروتشوف هيبعت رسالة لكينيدي يشترط ازالة امريكا لصواريخها في تركيا عشان نشيل احنا كمان صواريخنا من كوبا. هنا نوصل يا عزيزي لاخر واهم يوم في ازمة صواريخ كوبا، 27 اكتوبر الساعة 10:12 دقيقة صباحا يوم 27 اكتوبر اسقطت القوات السوفيتية في كوبا طائرة تجسس امريكية وقتلت قائدها رودلف اندرسون. اوبا، رغم تأكيد خروتشوف على عدم استهداف الطائرات الامريكية. هنا طبعا الازمة وصلت لذروتها، امريكا في طيارة ليها اتضربت وفي حد من جنودها مات وبنيران سوفيتية. وقتها كينيدي ما قدرش يصمد قدام جنرالاته اللي اعتبروا ان ده Act of War، اعلان حرب، وطلبوه باعلان غزو كوبا. في اليوم ده هيقول مستشار كينيدي روبرت ماكنمارا وهو بيشاور في الاجتماع على غروب الشمس، وقال ان ربما يكون ده اخر غروب شمس يراه العالم. Brace yourselves. جون كينيدي في خطوة يائسة وسرية بعيدا عن جنرالاته هيطلب من اخوه روبرت التواصل مع السفير السوفيتي اناتولي دوبريين باتفاق اخير هتعلن فيه امريكا عدم نيتها لغزو كوبا، ويعلن في المقابل خروتشوف تفكيك الصواريخ، وهيتعهد كينيدي بشكل سري لخروتشوف بسحب الصواريخ من تركيا بس بعد شهور، يعني لحفظ ماء الوجه الامريكي قدام العالم وحلف الناتو. اتفاق يا عزيزي كان ديسبريت سولوشن، لان كينيدي كان بيطالب خروتشوف انه يثق فيه بدون ضمانات، يثق بس في كلمته انه هيشيل الصواريخ وايه سرية. يعني حتى ما اقدرش اقول قدام الناس ان الراجل قال لي كده. كل ده وعمك كينيدي قاعد منتظر بيأس رد خروتشوف، وجنرالاته عمالين يضغطوا حد من عندك اتضرب واتقتل من جنود سوفيت. تخيل عزيزي العالم بقى وقتها عامل ازاي. بقولك كان فعلا بيفكروا ان ده ممكن يبقى اخر غروب للشمس، هنشوفه. في هذا الوقت بتحدد المدمرات الامريكيه الغواصه السوفيتيه B-59 اللي مش بس بطاريتها على وشك النفاذ، طاقمها كمان على وشك الاغماء من تسمم الكربون، وصوابعهم عماله تتحرك ناحيه تشغيل المفتاح واطلاق التوربيد النووي، انما هتبدا الغواصه تتعرض
تتعرض لتريننج ديبث تشارجز، قنابل اعماق تدريبيه، واكثر من 4 مدمرات امريكيه هيوجهوا السونار في وقت واحد للغواصه. السونار يا عزيزي ما هو الا موجات صوتيه، لما تتوجه من مصدر بحجم مدمره بتتحول لباسيف تورتشر، تعذيب وصفه ضابط الاتصال فاديم اورلوف بينج انسايد اويل درام بيتن باي سلادج هامر، يعني كاننا محبوسين في برميل زيت والف مطرقه بتخبط علينا لمده 5 ساعات. الباحث ألكسندر موسكوفوي بيقول إن قائد الغواصة فالنتين سافيتسكي في حالة الإعياء والتسمم والإغماء افتكر إن اللي بيسمعه قنابل حقيقية مش قنابل تدريب هدفها إن الغواصة تطلع على السطح. وبينما البروتوكول السوفيتي بيقول إن 3 قنابل رسالة أمان، المدمرات الأمريكية أرسلت أكتر من 5 قنابل، بعضهم قنابل حقيقية في مخالفة واضحة للأوامر عشان ينتقموا للطيارة الأمريكية للسوفيت وقعوها. الكابتن فالنتين سافيتسكي هيقول We will die but we will sink them all، احنا هنموت بس كله هيغرق معانا، انا لما احب اقع مش على واحد ومعايا مستندات توديكوا 60 داهية. وبالفعل يا عزيزي هيجهز مع المسؤول التاني لتجهيز اطلاق التوربيد النووي. في اللحظه دي هينتظر الجميع موافقه المسؤول الاخير على تنفيذ الاشاره فاسيلي اركيبوف، ولكن وسط طاقه منهك من الحراره وقنابل الاعماق ويقين ان العالم فوق السطح هينتهي نوويا، هيرفض فاسيلي اطلاق التوربيد وهياكد للقاده ان قنابل الاعماق دي اشارات للطلوع للسطح مش لاغراق الغواصه. وبينما القائد بيتهم فاسيلي انه هيجيب العار لوطنه بجبن وانه عايز يستسلم، هيصر فاسيلي على موقفه، يرفض اطلاق التوربيد النووي ويطالب الجميع بالثقه في كلامه. هنا يا عزيزي يجب ان احنا نسال ايه اللي بيميز هذا الشخص وايه اللي يخليه في لحظه ياس كامله يتمسك بالحكمه ويثبت طاقم على وشك الانهيار العصبي وتفجير العالم كله بالنووي. خليني اقول لك يا عزيزي ان عمنا فاسيلي اللي احنا بنتكلم عنه كان احد افراد طاقم K-19. فاكر يا عزيزي لما انت سألت سؤال كده ما لقيتلوش بال على ليه الغواصة دي كانت شغالة بالديزل مش بالطاقة النووية، وحكيت لك قصة K-19 اللي حصل فيها إشعاع أدى لموت أغلب الطاقم اللي فيها، فاسيلي كان من الناس اللي عاشت. فاسيلي يا عزيزي للمفارقة، شوف البلوت بتاع العالم، البلوت بتاع التاريخ، في لحظة التاريخ كان هينتهي فيها العالم يقولك استنى في جليتش، في حبكة درامية أنا فرشها لك، على فكرة أنا جايب لك واحد يقعد معاك في الغواصة اللي هيتاخد فيها أهم قرار في العالم في هذه اللحظة. في K-19 شاف أغلب الطاقم بتاعه وهو بيموت بالتسمم الإشعاعي، شاف بعينه اللي بيعمله تسرب إشعاعي بسيط في الجسم، عشان كده الراجل ده كان مؤمن إن أي حل في الدنيا هيكون أفضل من إن أي إنسان يتعرض لإشعاع نووي. هو كان السبب فيه، لو تم إطلاق هذا الصاروخ هتبدأ حرب عالمية ثالثة هتموت الناس، إن لم تكن هتنهي الحياة على الكوكب. الحرب العالمية الثانية يا عزيزي بدأت بقصف اليابان لبيرل هاربر، فما بالك بقى لو اتقصف الأسطور الأطلسي بتوربيدو نووي قوته تعادل هيروشيما. وبالفعل يا عزيزي واحدة من أحلى نهايات الثريلرز على هذا الكوكب، تبعت الغواصة السوفيتية رسالة الاستسلام وتصعد على السطح وينتهي، بينما تقيمها اللي أنقذهم فاسيلي بيطلعوا على السطح بعد أسابيع ومتوقعين إن المدمرات الأمريكية تتعامل معهم بمنتهى العنف، خاصة إن هما معهم سلاح نووي، معهم توربيدو نووي. ولكن يفاجئوا إن المدمرات الأمريكية عمالة بتشاور إن هما يتجهوا للاتحاد السوفيتي، ارجعوا وانسحبوا بعيد عن الكورنتين. في اللحظة دي يا عزيزي أدرك طاقم الغواصة إن المدمرات الأمريكية دي ما كانتش عارفة إن الغواصات دي فيها سلاح نووي، ودي يا عزيزي حقيقة هتفضل مجهول للولايات المتحدة الأمريكية على مدار عقود لحد ما تظهر حقائق الأرشيف. وبينما القدر ابتسم للسوفيت وما دمروش العالم، فالقدر ايضا ابتسم للطيار الامريكي تشاك مولتسبي اللي كان بيقود طيار التجسس بالقرب من الاسكا، ونتيجه قربه للقطب الشمالي بوصلته ادته اتجاهات غلط خلته يقرب من سيبيريا عشان تعترضه 6 طيارات ميج سوفيتيه وتطلق القياده الامريكيه طيارتين F-102 لانقاذه. وبما ان حاله الاستعداد ديفكون 2 فالطيارات محمله ايضا برؤوس نوويه، ولولا مهاره الطيار الامريكي في الهروب كان الاتحاد السوفيتي يستقبل مقاتلات أمريكية برؤوس نووية داخل مجاله الجوي. بنهاية السبت الأسود ووصلنا ليوم 28 أكتوبر، وبينما القوات الأمريكية على وشك غزو كوبا يستمع العالم لراديو موسكو والرئيس خروتشوف بيعلن تفكيك الصواريخ وسحبها من كوبا في إشارة لقبوله الاتفاق السري مع كينيدي. وبالفعل كينيدي أيضا بينفذ اتفاقه السري، في 20 نوفمبر بينتهي الكورنتين حوالين كوبا، وفي إبريل 63 بتسحب أمريكا صواريخ جوبيتر من تركيا، وتقرر أمريكا بالاتفاق مع الاتحاد السوفيتي لأول مرة
مرة. تركيب هوت لاين، خط اتصال مباشر للأزمات، مش لسه هنبعت جوابات وفي حرب نووية ممكن تحصل. تخيل عايزين تيجي تطلب الهوت لاين يقول لك لاختيار التحدث باللغة الروسية اضغط الرقم 1، تقوم قايل لهم لا بصوا فجروا العالم احنا في ايه ده هوت لاين المفروض بسرعة. أزمة كوبا هتحل لعنتها عن كل أبطال حكاية. كينيدي هيتم اتهامه بالتخاذل من جنرالاته، رغم إن حكمته وصبره جنبوا العالم نهاية مؤكدة، ده بطل. بينما الجنرال الأمريكي كورتس ليمي هيوصف الاتفاق بإنه أكبر هزيمة مذلة في تاريخ أمريكا. وبينما خروتشوف هيتعزل في أكتوبر 1964 بعد اتهامه بالتهور وقبول اتفاق مذل للسوفييت. فاسيلي أركيبوف بطل هذه الملحمة، على حسب كلام زوجته أولجا، أول ما وصل لروسيا اتقال له الغرق بغواصتك كان أشرف بكتير من اللي أنت عملته، وعاش اغلب عمره رافض الكلام عن أزمة كوبا لحد ما هيموت بسرطان الكلى سنة 1998 نتيجة لتعرضه لإشعاع K19. المحلل ستروب تالبوت بيقول ان جزء من طموح الدول لامتلاك النووي منبعه ثقتها ان امريكا والاتحاد السوفيتي قدروا يعيشوا في سلام خلال الحرب البارده بسبب ما يعرف بالميوتشوالي اشور ديستراكشن. لو عدوين معاهم قوه مدمره محدش فيهم هيدمر التاني، لان انت لو هتدمرني هدمرك. فلو قدروا يعيشوا بهذا السلام بهذه الاسلحه اي دوله تقدر تعمل كده برضه. بينما في ازمه زي ازمه صواريخ كوبا كان هيحصل حرب نوويه والكوكب كان هيتفجر 3-4 مرات. التوازن النووي هنا هش، وامريكا وروسيا نفسهم كانوا هدمروا العالم، والتفاصيل جواها مليون خطأ بشري قادر بفرق بوصة يوصلنا كلنا للفناء. او على حسب كلام توم كولينا من الديسارمنت ادفوكسي جروب، the reason we have gotten out of black saturday is primarily because of luck. ايه يا ابو حميد؟ لك الحظ. انت شايف عايزين كمية البلوت تويست اللي حصلت؟ ده طبعا لازم فيها دور الحظ، ده انت تحس مسلسل محمد سامي. الراجل كان في K19 فتعرض للإشعاع، يوم ما يبقى فيه يوم اسود سبت يبقى هو اللي موجود وياخد قرار ان انا يا جماعه مش هكمل هذه الخطوات وهعمل حرب نوويه. بتعمل دايما في حاجه، كتير مننا عارفين هيروشيما لانها كارثه حصلت بالفعل، لكن اغلبنا ما عرفش حاجه عن ازمه كوبا لانها ازمه عدت بسلام. دايما بفكر في الالترناتيفز، ايه اللي كان ممكن يحصل لو كان كينيدي امر بغزو كوبا، لو كان الغواصات النوويه جمعوا المفتاح وضربوا التوربيدو، او طياره التجسس الامريكيه سقطت في سيبيريا. اثر فراشه صغير من احداث زي دي، ضغطه زرار غلط من طيار امريكي او مقاتل سوفيتي، كان ممكن دحين ماشي في كلامك دلوقتي يا عزيزي. دي كانت هتبقى الخساره الحقيقيه، بلا العالم بقى بلا امريكا بلا كل الكلام ده. ابو حميد بس معلش، يعني الازمه حصلت في الستينات ومليانه اجهزه تعبانه وديزل وزمن تاخير. احنا اتطورنا دلوقتي بقى عندنا ذكاء صناعي وتكنولوجيا. الخبير الامني والبروفيسور في جامعه بنسلفانيا هورودز لما حل الأزمة كوبا قال ان AI في أزمة زي دي كان حولها الحرب النووية. ليه؟ لان مفيش ايموشنز، مفيش مشاعر. حل أزمة كوبا لم تكن معطياته منطقية. القرار المنطقي يا عزيزي وانا بأكدها لك، انا لو كنت مكانهم المنطقي ان كنت اضرب الصاروخ. انا خلاص بموت، انا بنتهي، وفي حرب بتحصل بره، وفي ناس معتمد عليا ومعرفش انا موقفي ايه في الحرب، واغلب الناس اللي معايا في الغواصة عايزين يضربوا، شايفين ان الاصح ان انا اضرب. ده كان القرار المنطقي. يعني بحس ان العالم غريب. حاجة مثلا زي تردد كينيدي واصراره على تأخير الحرب كان هيرفضوا الذكاء الاصطناعي. قبول خروتشوف لاتفاق سري مبني على شرف رئيس امريكي بيتغير كل شويه. الرئيس الامريكي عزيز مش الشرف بتاعه، ارجوك ما توقعناش يحصل ازمه دبلوماسيه مع البيت الابيض. وعلى حسب كلام مايكل الذكاء الاصطناعي كان هيقصر زمن الازمه من اسبوعين لساعتين زمن، وكان لا يمكن يسمح بظهور شخص زي فاسيلي أركيبوف اللي انقذ العالم في اخر لحظه بناء على قرار اخلاقي عاطفي مبني على التروما حصلت له لما تعرض لإشعاع. معلش يا عزيزي أرجوك ممكن تفضل تتأمل كل شوية، لأن أنا بحس الموضوع ده مثير جدا للتأمل. بينما على حسب كلام قائد الغواصات ريوري كيتوف قرار القائد سافيتسكي بإطلاق التوربيد كان الأكثر منطقية. في فيلم دارك نايت بيدي الجوكر لفريقين جهاز تفجير، كل فريق عارف ان لو مش هو اللي ضغط الزر الاول التاني هيضغط على الزر ويفجره، لكن مخططه بيفشل لما الفريقين يقرروا ما يبدأوش بالقتل، يقرروا بثقة ملهاش ضمانات ان هو ده الصح. في النهاية المنطق هو اللي خلى العالم يصنع قنبلة ذرية عشان يسبق هتلر قبل ما يصنعها، والمنطق خلى سر القنبلة يتسرب ويوصل لروسيا عشان يعملوا ميوتشوالي اشورد ديستراكشن. لكن عشان نوصل لعالم امن لا يمكن نوصل له الا بإيمان انساني وثقة اللي هينقصها المنطق
المنطق اللي احنا في الاخر بنعديه. ثقت ان احنا والاخر ده ايا كان هو مين نستحق نعيش ونحقق السلام على طريقتنا مش طريقة الجوكر. حتى لو كل المعطيات المنطقية بتأكد لنا في لحظة بعينها ان الدمار هو الحل، زي ايمان فاسيلي اركيبوف ان العدو مش هيقتله، او ايمان كينيدي بتأخير الحرب، او قرار خروتشوف الاخير بتصديق تعهد كينيدي. دي كلها عزيزي ايمانات بس انقذت العالم ورغم ايه انها دمرت صحابها وصمتهم بالخزي والتنازل. في النهاية عزيزي انسانيتنا بتحددها انجازاتنا واختراعاتنا، ولكن في اصعب الاوقات ممكن يحددها قرار اخلاقي لا يؤيده المنطق. ان العالم يسعى الجميع، جايز حياتنا المهدده بالفناء النووي كل لحظه تنتهي فعلا بسيناريو كارثي، وجايز نوصل في لحظه تفاهم بتدعمها الثقه لعالم اكثر امان، او على الاقل نحاول ده، او كما قال كينيدي every accomplishment starts with a decision to try. عشان كده يا عزيزي في اي لحظه في توتر وعنف وقلق ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتشوف الحلقات الجديده، تنزل تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب بنشترك على القناه. عندي ريفليكشن يا عزيزي بسيط حابب ان انا اقوله، ان العالم دايما بيفكر انت عملت ايه، ولكن ما بيفكرش ان احيانا ممكن تكون اهم حاجه عملتها هو ان انت ما عملتش حاجه معينه. هو ده يا عزيزي اللي بنطلع بيه من هذه القصه. دول يا عزيزي ناس ما عملوش حاجات كانت ممكن تودي العالم في 60 داهيه، ولكن ما حدش فاكر لهم الحاجات دي. فهستاذنك معلش يا عزيزي بقى ان انا كمان هروح ما اعملش حاجه، يمكن ده يبقى له لازمه. ممكن تنزلوا التتر وكده؟ شكراً.